فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: المأموم هل يجب عليه قراءة الفاتحة خلف الإمام؟ الجمهور على أنه ما يجب عليه قراءة الإمام، تكفي، هذا الجمهور. ومن علماء الحديث كالإمام الشافعي والبخاري ويوجبون قراءة الفاتحة على المأموم خلف الإمام، الإمام البخاري، الإمام الشافعي، وكثير من علماء الحديث يوجبون قراءة الفاتحة على الإمام، لكن تكون في سكتات على المأموم، لكن تكون في سكتات الإمام. نعم.